مش انت تابعت الذهب في وقت كوفيد؟ لا يعني ما شاء الله في ناس ترى يعني استثمرت بشكل رهيب ويعني جنت اموال رهيبه الذهب. اي نعم تفرغوا نعم. وجابوا له الذهب طال عمرك احنا ما تفرغنا. تعلمت انا اسوي بيتزا طلعت سهله بيتزا سهله تعلمت اسوي اطبخ تعلمت سويت سباجيتي والصوص مال سباجيتي مو سباجيتي سهل ولا سهل ماكو شيء وايد اشياء تعلمتها واستانست ان انا وعيالي قمنا نعينه هذا اللي تعلم ما ولا لو ندري عن هذا لا ندري عن الذهب هو شيء اكيد انه كل من اشتغل بالمطبخ وبلش كل من بهالفتره والله كل من بلش بالمطبخ بشكل زين. انا الحين على طاري الذهب الحين ذكرتني انا عندي الحين وايد شباب اتجهوا يشترون ذهب ويمون الحين انا عندي واحد بالبيت ولدي عبد الوهاب سميك تعرفه الله يحفظه بين فتره فتره من يجمع على شيء ما هو الا يتي سياره يذاك اليوم ولا سياره غريبه اي نعم شنو هذا؟ اي شوف هذا حق بابا حق وهاب اي ادش القاه مختب داخل وهذا يسلمهم ويستلم منهم سكرتي سبيكي ايش ماري انت؟ اي نعم شايفه شاري هذا ذهب اي نعم شاورني ولا قطيعه هالكبيناتها اي نعم قلت له والله كلها السياره والخبه انا بالنسبه لي شيء قال لي يبغى تدري هذا انا اصبر خان انا كل ما صار عندي قلت له بس قلت له روح كل من يجمع عيادي راح دق على شغله صح 1000% والله صدق والله شغله صح اسمع عبد الوهاب شغلك عدل اي نعم الله يوفقك يا رب. وش على اليوم شوف حتى بنات صغار ما شاء الله بالجامعه يجون شهريا عندك سوق الذهب تلقاهم تحت يشترون سبيك الذهب هذا الصغير يعني من 20 دينار شوف حتى ال 20 دينار ما تستخسر انك تستثمر اي بدال اقطها على شيء خربوط أي شي. يعني عندك ليه 300 دينار انا اشوفهم والله يشترون وما شاء الله شطار يجون بالارتفاع موجودين وبالنزول موجودين يبيع ويرد يشتري بالارخص يشتري هذه مضاربه هم يسوونها يشتغلون على المضاربه بس هذا على حالات عادل يفهم اللي هو اللي يشتري يعني اليوم انا شريت مثلا مجموع ذهبي مثلا 300 دينار وارتفع السوق وبعته ب 400 اخش 100 وارد اشتري 300 لا نزل صح ولا ب 400 لا نزلت والله وارد ابيع واكسب 500 نعم. بعد فتره اللي عندك مبلغ نعم ما اصرفهم بعضهم لا يقول والله ربحت شلون ربحت قاعد لا والله في لا يحسب لا يحسب التكلفه ولا يحسب كهرباء ولا يحسب اجور موظفين هذا اكو بعضهم يقول لك والله ارباحك وين ارباحك خصمت قال ما خصمت لا مو ربح هذا اخصم اول شيء والله ابو شعيل يعني الامانه الاستثمار بالذهب هو مشروع ناجح طبعا ان شاء الله يعني تنصح الان اي واحد أنا عنده بيستين بدل يفسفسهم بخرابيط انا انصح وانا اشوف الذهب زين وموجة الساعات هذه الغالية وهذه تنصح فيها؟ أنا ما دخلت عالم الساعات أبو شعيل صراحة لا أنا أقول لك أنت صاحب مجوهرات يعني أنا عندي مبلغ الحين وبخاطري ساعة اليوم والساعة اليوم قيمتها مبلغ وقدر اليوم الساعات وصلت أقل ساعة اليوم من 10,000 وأنت رايح زين خاصة ماركات معينة زين أقطها بهالشيء ولا أخذ فيها ذهب أو الألماسة مع شهادة وتكبر وتصير لها قيمة هي تنصح هي بالنهاية أنت الساعة هذه اللي اشتريتها بالقيمة الفلانية انت قادر انك تلقى لها زبون بسرعة يشتريها انا الذهب متأكد لا هو شاريها مو حق زبون بلبسها بتميل زين لا يتبيعها عندي... لا يتبيعها عاد يعتمد على حسب تلقى الزبون بسرعة نفس الذهب لا يعني الذهب استثمار لازم توديها عند احد يصرفها لك زين الذهب بيعته شلون لا الذهب معروض بالسوق توديها اذا اصبح اي هو افضل اي صح الذهب افضل بكثير